دي خريطة هيئة الأركان الإسرائيلية، احفظيها كويس قوي، والورقة دي فيها كل التعليمات التحضيرية اللي لازم تعمليها الليلة. أهم حاجة توصلي لغرفة العمليات دي في الخزنة شريط رقم 325. الشريط ده عليه كل الأسلحة والخطط الاستراتيجية الإسرائيلية في حالة الحرب مع العرب. ده الهدف بتاعك يا أمال، ربنا يوفقك. كاسك في صحة أجمل وأرق إنسانة في العالم. هتوحشني قوي، لازم يعني تسافر نتانيا بكرة. الأولاد أنا وعدتهم أقضي الأجازة معهم، لكن هحاول أرجع لك بكرة بالليل. متتأخرش عليا. روم سيرفيس العشاء خلص. عظيم، كويس قوي، على بركة الله، مع السلامة. ايه الأخبار؟ كل الخطوات التمهيدية تمت بنجاح يا فندم، والتنفيذ بكرة إن شاء الله. طب كويس، أنا عايزك تجهز كل حاجة، عايزك تتصل بعناصرنا هناك في إسرائيل، يحاطوا أمان من كل ناحية. السرية مهمة جدا يا نبيل، لو اتعرفت مهمة أمال داخل إسرائيل، يبقى كل شغلنا ده ملوش فايدة. حاضر يا فندم.
بتشك في العميلة بتاعتك يا بوتا؟ أنا أشك حتى في نفسي يا ديفيد. معقول؟ نظبط 5 صواريخ ستريلا من غير ما نقبض على بني آدم واحد يقول لنا مين ورا العملية دي؟ إيه؟ الصواريخ دي بتشتغل لوحدها ولا إيه؟ لكن أمال دي بطلة، استقبلوها في المجمع المقدس ونازلة في ضيافة رئاسة الأركان وعندها اجتماع بكرة مع رئيسة الوزراء. وده اللي بيأكد شكوكي أكتر وأكتر. كل الأبواب اتفتحت قدامها. قصدك كل شيء جاهز يا ديفيد، كل شيء جاهز. جابي كين، اطلب كل يجي بسرعة ويجيب جميع أوراق العملية دي معاه. بتسلم عليك. تعالي معي. الشنطة دي فيها الكاميرا وفيها صور المفاتيح كلها. بعد ما تخلصي مأموريتك ترجعي هنا تاني وتجيبي معاكي كل حاجة وبعدين ترجعي الأوتيل. ربنا معاك يا بنتي. دي المجموعة اللي قابلتها أمال، أبو الضير وناصر وشريف وجهاد. الكلام ده مش صح. إيه هو اللي مش صح؟ إذا كان أنت بنفسك اللي مبلغني بالأسماء دي ودورنا في الملفات بتاعتنا، لا هي مظبوطة. الأسماء صح، إنما الصور لا. قصدك إيه؟ أبو الضير ده صح، لكن دول مش هما اللي شفتهم مع أمال في لوزان. Thank you.
لو كلامك ده صح يا بوتا يبقى جت اسرائيل وعملت ده كله ليه؟ اكيد جت اسرائيل لهدف محدد. جابي البنت دي مش لازم تخرج من اسرائيل ابدا.